ايردروب جديد وعملة جديدة، الفرق بينها وبين عملة ديال هامستر كومبات هو انه بداو حاليا كيدولو بها، كاينه في بزاف ديال المنصات والثمن ديالها فوق من 4 سنت. باش تقدر تاخذ هذا الايردروب عملية سهلة، ما عليك الا انك تفتح التليجرام ديالك، تسجل في هذا البوت، تدخل ليه غادي البوت شنو الهدف ديالو، هو انه كيشوف العمر ديال التليجرام شحال عندك وانت خدام به. قد ما كان العمر ديال التليجرام كبير او لو قد ما انت كنتي خدام بالتليجرام واحد المده طويله، كتقدر تاخذ واحد العملات اللي كثيره. عمليه ديال الدخول والطريقه ديال التسجيل في هذا البوت سهله، غادي نخلي لكم واحد الرابط في صندوق الوصف، غادي تدخلوا ليه ان شاء الله، تبركوا عليه، غادي هو بواحد الشكل اوتوماتيكمون يشوف التليجرام عندكم شحال المده او شحال العمر ديالو، وبناء على المده اللي انت خدام بها في التليجرام غادي يعطيك واحد العدد من العملات. غادي نخليو لكم الرابط ديال الصفحه الرسميه ديالهم، كما كتلاحظوا في 3 ايام تقريبا قدروا يجمعوا اكثر من 10 ديال المليون مستخدم دخل الموقع ديالهم، وهذا الموقع غادي نحتاجو حنا بالنسبه لنا، حيت المهام البسيطه اللي غادي نقوموا بها هو انك تدخل للصفحه ديالهم ودير اعجاب بهاد المنشورات ديالهم، وبهذه الطريقه غادي كل نهار تقدر تاخذ واحد العملات كثيره. بعد ما كندخلوا للبوت وكان توصلنا هاد كنخرجوا فهاد الصفحه بهاد الطريقه، تيخبرونا بها بالعدد العملات اللي كنمتلكوه، وحاليا العدد العمله الثمن ديالها هو 4 سنت، ضربوا تقريبا هاد الكميه هادي في 4 سنت تقريبا اكثر من 200 دولار. هاد المبلغ نقدروا ناخذوه غير في العمل الاول، هو اننا غادي نفتحوا البوت ونفعلوا عندنا في التليجرام، ومنين نبقاو ندخلوا للصفحه الخاصه بهم غادي ديك الساعه نقدروا نبقاو نزودوا العدد ديال العملات ديالنا او الكميه ديالها. وبهذه الطريقه البسيطه غادي نكونوا خدينا هذا العدد من العملات، ولا عندنا واحد الرصيد اللي ان شاء الله من مور ما يصيفطوا لنا هذه العملات ديالنا في المحفظه ديالنا نقدروا نبيعوها ونخرجوا داك الدولار.